أمان لهذه الدسائس أن تنتهي. ماذا يريدون؟ قطع رأسي أم يشنقونني على باب زويلة؟ حماك الله من كل شر. لابد أن نضرب أولا، فنخرج بتجريدة إلى قلعة حلب ونعود بسيبائه ومن معه. اسمح لي، فلننتظر. لابد أن لسيبائه حلفاء، علينا أن نعرفهم جميعا أولا. طمان، أريد رأس الأفعى. سيبائه لا يصلح رأسا لأفعى. سأرسل له أطلب عودته إلى القاهرة ونرى ما سيفعل. أما الرأس فأنا كفيل به.